ويا مرحبا، سعد الله صباحكم مشاهدينا مع بداية حلقة جديدة تجمعنا معكم مع صباح العربية. أنا وزميلتي رشا. صباح الخير يا رشا. صباح الخير أحلام، صباح الخير لكل مشاهدينا اللي تابعونا الآن. لدينا مواضيع مختلفة في حلقة اليوم، نبدأ بالعربي. بعد الأحوال التي فرضها كورونا، مهندسة زراعية فلسطينية تحول سطح منزلها لبستان لزراعة الزنجبيل وتجني الأرباح. ولنفس الظروف التي طرحها كورونا، أردنية تكتشف موهبتها في الخبز أثناء الحجر لتطلق مشروعا لصنع حلوى المبروشة الشهيرة في الأردن. الباجة والمبصل والبلاليط والخبز الحمر، مأكولة شعبية سعودية يعزز الشتاء مكانتها على موائد العائلات في المنطقة الشرقية. مع الأجواء الشتوية تكثر طلعات البر ويكثر معها التعرض للحوادث ولسعات الحشرات. نصائح من طبيب لإسعافات سريعة في هذه الحالات. ومن مواضيعنا الأخرى مشاهدينا لهذا الصباح، يكثر الاهتمام بتجاعيد الوجه ويهمل الكثيرين تجاعيد اليدين التي تنطبع بدورها بتجاعيد الزمن. نستعرض أبرز الإجراءات التجميلية لليدين. هل من المناسب للنساء رفع الأوزان أثناء تمارين المقاومة؟ وما الأثقال المناسبة؟ الإجابة مع مدرب رياضي اليوم. بريطانيان في التسعين وقعا في الحب خلال جائحة كورونا وأصيبا بالفيروس وتزوجا، والآن يتلقى اللقاح سويا. راسلونا مشاهدينا على هاشتاغ صباح العربية وسؤالنا التفاعل حلقة اليوم، ما الفطور التقليدي المعروف شتاء في منطقتك؟ شاركونا إجاباتكم، وأهم شيء الصور على حسابات صباح العربية على تويتر وإنستغرام وفيسبوك. إلى أول مواضيعنا هذا الصباح، المهندسة الزراعية الفلسطينية هديل قشوع حولت سطح منزلها إلى بستان لزراعة الزنجبيل لمواجهة شح الأعمال في ظل جائحة كورونا. نتابع. رغم الأجواء الماطرة والباردة، إلا أن هديل تجمع ما نضج من الزنجبيل وحان قطافه من بستان فوق سطح منزلها. تخرجت هندسة زراعية وبلشت أدور على فرص عمل، فما كان في سوق العمل اللي هي الوظائف الشاغرة، فاتجهت نحو اللي هي المشاريع. فكانت الإغاثة الزراعية منزلة اللي هي مشروع لتقديم المشاريع الريادية اللي هو مشروع نجاحها، فأنا قدمت له بعد طبعا البحث على اللي هي فكرة إنه تكون نوعا ما ريادية. 600 وعاء بلاستيكي استثمرت فيها هديل مشروعها لمواجهة ما نتج عن وباء كورونا من ضيق الحال وشح الأعمال.
كمحصول انه ما بده نوعا ما اللي هي الشغل الكتير، ونوعا ما اللي هي السوق اللي عندنا انه محتاج اللي هو الزنجبيل، لانه احنا الزنجبيل بنحصل عليه مستورد، فيش اللي هو زنجبيل اللي هي زراعه محليه. هو كاول مشروع بتم زراعته في فلسطين، وسعر الزنجبيل نوعا ما غالي شوي. كل وعاء بلاستيكي ينتج كيلو من الزنجبيل الذي يباع ب 12 دولارا للتجار، ما يوفر دخلا معقولا من مشروع شاب. غابت الأرض وحضرت الفكرة ليتحول سطح هذا المنزل إلى بستان يزرع الأمل ويوزع النجاح في زمن نشرت جائحة كورونا الإحباط أينما حلت. من بلدة علار شمال طول كرم، خالد القاسم، العربية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نذهب الآن إلى ردودكم على سؤالنا التفاعل حلقة اليوم، ما الفطور التقليدي المعروف شتاء في منطقتك؟ نبدأ مع أول تغريدة. يوجد لدينا في ليبيا العديد من الأكلات الشعبية، ومنها السحلب شراب شديد القوام، والبسيسة تخلط بزيت الزيتون وتؤكل بالتمر، وشراب الروينة خلطة أساسها القمح، العصيدة الزميتة خلطة أساسها الشعير تأكل يمكن الروب، عارف الروب يمكن العسل. أو العسل أو بدونهما، والفطائر مثل السفنز. جميل. أيضا المختوم الفلسطيني دكتور مازن من غزة، شكرا لك. الفطير اللذيذ معروف الفطير في مصر، العصيد اليمني، الحضرمي، الدوعني، العسل الدوعني أكيد يقصد. عليكم بألف عافية. يعافيك. البيض مع الطماطم مخلمة، والخبز العراقي الحار. شكرا يا غادة. الفول المدمس أقوى طاقة غذائية صباحية. خبز ما نعرف هذه ايش، وببت والسمن وعسل وحليب ساخن، فطور جنوبي. شكرا يا ناصر. ايضا معظم اهل السودان يفضلون الاكلات الشعبيه في الشتاء مثل ملاح التاليه والنعميه بالسمن، ويا حبذا لما يكون سخن ودافي. هذه تغريدة من عبد الرحمن، العصيدة الساخنة بالطبيخ أو زيت الزيتون. يا ريت يا عبد الرحمن بس وضحت لنا أي منطقة عشان بس نعرف. صحيح، قرص مع عسل النخيل الدبس، ويسمى في بعض الولايات محلى بالصحة والعافية. اليمن. المغربي المسمن، والجزائري كسرة مع حليب وقهوة وزبدة والمربى. يا سلام. يعني شوية الصور قاعدة تساعدنا أن نعرف تفاصيل معينة. الوجبة التقليدية بالسودان العصيدة بالويكا. طبعا الويكا هي مسحوق بامية لمعلومية المشاهدين. شكرا على التوضيح. من أشهر الأكلات في الفطور العراقي هو الكاهي مع الجيمر العراقي الطيب، والعسل ومع الشاهي أبو الهيل. شكرا يا هادي، بالعافية. جوعتونا يا جماعة. عندنا أكلة العصيدة بزيت الزيتون، أروع أكلة في الصباح. الفول والمعصوب والهريسة والعريكة، ما يحتاج، سعودي وغربي كمان، من جدة أو من منطقة الحجاز. السحلب باللوز، عصيدة أيضا بزيت الزيتون وغيرها. بازين، جيمرنا العراقي والعسل، وأحيانا مع الكاهي. شكرا لك يا أم مصطفى. أيضا بخمري وعسل وعصيدة، هو ذا يقول البرد عمد هناك يعني ابعد عننا. زيت الزيتون والقشطة وعسل. أحمد من السودان يذكر لنا العصيدة. ما في شيء أحلى من خبز الجمر. أوه.
اذا كان الحين طايحين برضو بخبز على الفحم او على يعطيها كذا نكهه غير يعني. موجوده برضو في الجنوب الخبزه. ايوه لانه احلى شيء الخبز لما يكون طازج يعني الواحد يعمله بالبيت ويخبز يعني غير صح له ريحه مذاق مختلف. ايضا العصيده هي سيده المشهد يبدو اليوم بمختلف الدول. أكيد بنت الصحن مع العسل وكذلك خبز الطاوة من ألذ وأطعم الأكلات بالشتاء من اليمن. اليمن أيضا بالنسبة لمنطقتنا باعتبارها منطقة ريفية الفطور التقليدي هو جبن سمن أجبان جبن الأغنام أو سمن أبقار مع دبس التمر. الجيمر العراقي مع الدبس العراقي والخبز الحار. هذه تغريدة من حسين شكرا لك. اللزاقيات في مدينة درعا سوريا مثل البانكيك يبدو لي شكله. الجيمات بالسكر طبعا سامحونا يا جماعة لو نطقنا أي شيء بطريقة خاطئة احنا لسه بنتعلم يعني والإنسان ما يتعلم إلا لما يدوق عشان ترسخ عشان الذاكرة. عسل وقشطة ولبن وزبدة بلدي مع خبز محمص. ألذ وأشهر أكل الحنيني دقيق بر وتمر والعصيدة دقيق أبيض مع سمن وعسل. طبعا كل منطقة ولها أكل خاص فيها أكيد. دانا امرأة أردنية اختارت العمل والنجاح وسيلة للخروج من الأزمة المالية التي سببتها جائحة كورونا. استغلت دانا فترة الحجر بإطلاق مشروعها لتصنيع الحلوى المنزلي. نتابع. في ظل الأخبار السلبية عن تفشي فيروس كورونا في العالم يعاني معظمنا من القلق والأحباط، لكن للجائحة جانب إيجابي إن صح القول، حيث اكتشفت دانا القصاص موهبتها في صناعة الحلوى خلال فترة الحجر الصحي الإجباري الذي خضع له الأردن. في مردود مادي الحمد لله، عندي راس مال صار هلا، ما كان عندي عجان اشتريت عجاني مثلاً. دانا التي تعمل في شركة خاصة تم خفض راتبها بسبب تفشي الفيروس، الأمر الذي دفعها للبحث عن بديل يؤمن لها مردوداً مادياً. شغل الشركات الخاصة مش دائم لإله، ممكن بأي وقت إنه يحكوا لك الله معك. المشروع الخاص هو الفرصة الحقيقية للاستقرار، هذا ما تؤكده دانا التي قامت بابتكار مشروعها القائم على إعداد الحلوى وبيعها. خطر اللي صار بالأردن مع خلانا نرجع نفكر، يعني أعطاني فرصة نقعد مع نفسي بشكل طويل كتير. دانا شو بدها؟ شو طموحي؟ شو بده يصير معي يعني مستقبلا في حال انه صار ما صار، انه الدنيا سكرت وما عندي اي مردود مادي ثاني. دانا اعطت امل واعطت يعني فكره للناس انه اشتغلوا ما توقفوا، حتى لو كورونا حتى لو ما فيش وظائف انت ممكن او انت ممكن تخلق فرص عمل منك انت ومن افكارك انت. اهلا وسهلا. دانا تحظى برضا وسعاده زبائنها الذين يصرون على تشجيع المبادرات الفرديه خاصة النسائية منها، ما يؤكد قدرة الناس دوماً على الاستثمار بمواهبهم الفردية وتحويل التحديات والأزمات إلى فرص. وإلى شغل الناس الشاغل كورونا واللقاحات ومضادات هذا الفيروس. إلى شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت أيضا هذه الشركة المعروفة تكنولوجيا أن اللقاح المضاد لكوفيد 19 الذي طورت لا يزال فعالا ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب أفريقية من الفيروس. في ستينات القرن الماضي تعرف العالم على أسرع لقاح يتم نشره في حينه، لقاح النكاف، والذي استغرق إنتاجه حوالي 4 سنوات، لكن لقاح كورونا حطم هذا الرقم القياسي. ففي أقل من 12 شهراً تمكن العلماء من تطوير واختبار لقاح آمن وفعال للفيروس المستجد، لكن هذا الإنجاز الطبي غير المسبوق يواجه الآن بتحديات نسخة متطورة من الفيروس. ففي حين أعلنت شركة موديرنا أن لقاحها فعال ضد التحور الجديد، أشارت 3 دراسات في جنوب أفريقيا إلى أن صانعي اللقاحات قد يحتاجون إلى تحديث جرعاتهم مع تطور الفيروس.
تم اكتشاف التحور الجديد لأول مرة في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة في نهاية العام الماضي، لكنه تفشى ووصل إلى 22 بلدا بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، حيث افترض أن معظم الناس قد اكتسبوا بالفعل حصانة من الموجة الأولى. ولهذا السبب تسلط الدراسات التي نشرتها مجلة وول ستريت جورنال الضوء على أن المتغيرات الجديدة يمكن أن تصيب الناس للمرة الثانية، وقد تنذر بقلة فعالية اللقاحات الحالية مثل فايزر وموديرنا. وردا على النتائج التي توصلت إليها دراسات جنوب إفريقيا، قالت جامعة إكسفورد إنها تحتاج إلى تأكيد من خلال تجارب اللقاحات السريرية. الإجابة عن سؤال ما إذا كانت لقاحاتنا الحالية يمكن أن تحمي من المتغيرات لا تزال موضوع بحث، ولكن السؤال الأهم ماذا عن خطورة هذه التحورات؟ ووفقا لموقع The Conversation فإن أفراد الرعاية الصحية لم يلاحظوا أي تغيرات كبيرة في الأعراض أو مؤشرات على ارتفاع العدوى والوفيات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مع تحسن الجو تكثر طلعات البر أو تعد طلعات البر خيارا للكثيرين، ولكن قد تحدث في كثير من الأحيان بعض الحوادث غير المتوقعة من لدغات الحشرات والعقارب وغيرها، وصولا إلى إصابات الكسور. فكيف يمكن التعامل مع هذه الحالات كإسعاف أولي تفاديا لتفاقم المشكلة؟ وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أكرم أبو دئن اختصاصي طب الطوارئ. أهلا وسهلا فيك معنا مجددا. يعني ناخذ معنا كل ما لذ وطاب، نحمل معنا ملابس بديلة، ولكن دائما ما ننسى حقيبة الإسعافات الأولية. حابة استفسر منك 5 أشياء ضرورية ما نطلع من البيت إلا وهي معنا موجودة، خاصة في مثل هذه الطلعات. صحيح، صباح الخير. صباح الخير. هلا اهم شيء بالحقيبه، اهم شيء تكون الحقيبه موجوده، نحطها ببالنا. يكون بالحقيبه رقم واحد بده يكون في عندي ضمادات معقمه، يعني شاش، اربطه. الشيء الثاني اللي بحب انه يكون موجود بالحقيبه هو الماء معقم او ماء نظيف، يعني خصوصي في ماء متوفر بالصيدليات خاص بموضوع غسيل الجروح والحروق. لو ما توفر ممكن الماء العادي. كريم حروق، مقص، كثير مهم. وممكن يكون في معانا كمان جبيرة، يعني الجبائر اللي هي اللي بتجي مرنة، اللي ممكن نحن نقدر نطوعها حسب شكل الطرف، بالإضافة للأربطة الضاغطة. جميل. طيب مثل ما ذكرنا دكتور في المقدمة، في طبعا تكثر لدغات الحشرات وحتى العقارب والثعابين وكل هذه الأشياء اللي موجودة في الصحراء، كيف نقدر نتعامل معها؟ خلينا نبدأ بداية مع لدغات الحشرات. لدغات الحشرات أول شيء الوقاية، يعني ممكن خاصة اللي بيكونوا بيعملوا تخييم وبيناموا يكون في عندهم الشبك اللي بيحجز دخول الحشرات لجوا، يكون الطعام والشيء اللي بيجذب الحشرات خارج الخيمة لو كانوا جالسين جوا الخيمة، وبعض الكريمات اللي بتمنع اللدغات. هلأ بيضل في لدغات، خاصة يكون في أطفال، خاصة يكون في حدا حابب يستكشف بالصحراء. أكثر شيء يعني لدغات الحشرات هي عادة علاجها بسيط، وممكن غسيل ماء وصابون، ويعني تنظيف المكان ووضع كمادة باردة، ممكن كريم بيلطف يعني بيخفف الحكة والاحمرار. هل في علامات ممكن تظهر يعني يستدعي الذهاب للطبيب مباشرة؟ صحيح. أي لدغة سواء من عند الحشرات الصغيرة لعند حتى العقارب أو العضات، الشيء اللي بنخاف فيه مو الشيء الموضعي أكثر ما هو الشيء الجهازي، إنه يصير في عنا حالة تحسس عام يعني أو فرط تحسس. هون لما يصير في ضيق نفس، او لما يصير خاصه عند مرضى الربو يصير في تشنج قصبي، يصير في سعال، بهي الحاله لا لازم نتوجه على المستشفى، لانه بتكون الحاله اكثر ما انه تكون هي لدغه موضعيه. بالنسبه للدغات العقارب اللي هي اللي عم نحكي شغلات خطره، اللي هي العقارب وعضات الافاعي، اهم شيء ما يتحول المصاب لمصابين. في ناس بيحاولوا انه بيفكروا انه لازم يقتلوا الافعى او العقرب ويجيبوه معهم مشان يشوفوا الطبيب. حقيقة ممكن يساعدنا هذا الشيء بأنه نعرف شو المصل المضاد أو شو نوعه، هل هو سام، لأنه الأفاعي نوعين، يعني نوعية السمية هل هي سمية قلبية وعائية ولا هي سمية عصبية، بس ما كتير ضروري يعني أنه نخاطر، لأنه حتى في حالات مسجلة لناس لدغوا من أفعات مقتولة.
طيب بس إيش التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة مباشرة؟ في ناس تحاول تمص السم، تفتح جرح، تشق. كل الدراسات قالت إنه الشق أو الجرح والمص المكان الموضعي هاد ما له فائدة، بالعكس بيعمل ضرر، بيكون مضر. الشيء الصحيح غسل الطرف، تثبيت الطرف، عدم تحريكه قدر الإمكان. في دراسات بتقول لازم نرفع الطرف، وفي دراسات لازم بتقول لازم ننزل الطرف. نحن بنقول إنه ما في شيء ثابت، ولكن بس وضع الطرف بوضعية ثابتة ونقل هذا المصاب يكون عنده عضة أفعى أو لدغة عقرب إلى المستشفى، هدول أكيد لازم ينتقلوا. طب والضغط، هل نضغط على مكان اللسعة ولا لا؟ الربط أو التورنوكيت أو العصابة اللي بيربطوها ما لها كمان فائدة كتير. لو اضطرينا أنه لو حدا بده يربط، أهم شيء ما يشدها كتير. يعني هذا ثابت أنه ما تكون مشدودة كتير، لأنه بتعمل بعدين تنخر بالطرف المصاب. جميل. طيب ننتقل إلى للكسور؟ للكسور، خاصة إذا كان في دبابات لعب، كيف نتعامل معه وكيف نعرف ان هذا كسر ولا بس كده ردة بسيطة؟ اكثر شيء عم نشوفه هو بالحقيقة هو لازم نعلق عليه، هو الدبابات او الدراجات الصحراوية. بيكونوا كتير جداد على اول مرة بيركب بهي الدراجة وما بيعرفوا شو خطورتها. اصاباتها كتير شديدة، احيانا بتكون للناس اللي ما عندهم خبرة. ثلاث شغلات، اول شيء يكون في عندك حدا يعني يدربك، يعني خاصة اول مرة. ثاني شيء تكون تعرف المكان، جغرافية المكان. وثالث شيء عدم السرعة بالبداية، يعني ولبس الإجراءات الوقائية. أنت جالس تتكلم عن أشياء مستحيلة مع حماس الشباب. صحيح، الحقيقة إصاباتها كلها أغلبها بتكون بمنطقة الصدر والعمود الفقري. فمشان هيك بنحب كمان بنأكد على الإجراءات الوقائية، لبس الخودة والحزام يعني لما يكون. طيب صار لا سمح الله، صار اللي صار إيش نسوي؟ يعني الكسور، هل نحرك المريض خلي يجلس ولا؟ تمام. الكسور من لما نجي على المريض للإسعاف، إذا لقينا في أي تشوه بوضعية الطرف، يعني شكله إنه مكسور أو في تورم شديد، أهم شيء إنه ما نحرك قدر الإمكان. نحن هنخلي زميلنا يدخل على الاستوديو عشان نعرف نشرح. تمام. هلا لما يكون في كسر، اهم شيء عدم التحريك. لو اضطرينا، في عنا يا يعني نستخدم الجبائر اللي مثل هيك، او حتى ممكن قطعه كرتون، ممكن قطعه خشب، ممكن حتى نجبر الطرف بالطرف نفسه. هي اذا كان بال 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 بالساقين. اذا كان الاصابه بمنطقه اليد، ممكن نستخدم بشكل بسيط منشفه ونستخدم الوشاح او منديل. خلينا نقترح اشياء ممكن تكون موجوده، يعني مثلا زي ما قلت ممكن علبة منديل الماء، ممكن منديل او الغتره او أوكي. او شيء نستخدمها مع منشفه عاديه ممكن نثبت الطرف فيها. ممتاز. مثل هلا خلينا نشوف، يعني لا سمح الله اذا هشام عنده اصابه، خلينا نقول لا سمح الله ركبت لا سمح الله. تمام. طيب هي لو فرضنا الغتره طويناها صارت هيك مثلث، مثل المثلث. أول شيء بنخلي إذا كان في إصابة بالإيد، بنخلي الشخص يمسك إيده، يعني يثبت إيده بإيده الثانية. دكتور هل ينفع تيجي أنت وهشام؟ أيوة. بس عشان تبان كمان كويس هيك. تمام. هلا أهم شيء الباندينج بنسميه، أو لف الطرف. لفينا الطرف بمنشفة مشان إذا كان في عظم طالع لبرا أو شيء ما نكسره. تمام. بعدين بندخل المنديل من خلف الرقبة هيك. تمام. ومنعمل هيك ومنربطها. هذه حل لمدة كم ساعة يا دكتور؟ هاي لبين ما ننقله على المستشفى، بس بهالطريقة بنضمن انه ما يتحرك. تتحمل ساعتين ثلاثة؟ ايه ممكن. ايه نضمن انه هيك الطرف لا ممكن تشيل ايدها. هذا اذا كان الطرف وضعية يعني تمام كويسة زي ما هي، صح؟ واذا تمام. واذا كان لا، حتى لو كان الطرف، هي الفكرة التثبيت مشان ما يضل ماسكة بايده. فهيك نحن ثبتناها، والمنشفة وظيفتها الباندينج أو التغليف، أو بحيث أنه ما يصير فيه ضغط مباشر على العظم. وإذا كان في أي ألم يقدر ياخد مسكنات؟ أي ممكن، إذا كان المسافة بعيدة نعطيه مسكن، يعني مسكنات اللي over the counter، اللي هي مثل البنادول أو الأدوية، يعني الدواء الباراسيتامول أو الشيء. طيب نستعرض معكم بعض الأسئلة. بس نقص له. شكرا يا هشام. سلام. الحمد لله على سلامتك يا هشام. سلامات. خلص هو يفكها دكتور، ما عندك مشكله. ما هي علامات الجلطه الدماغيه ووسائل الوقايه منها؟ سؤال مهم. ثلاث علامات كثير مهمين. اول علامه هي اضطراب تلعثم الكلام المفاجئ. العلامه الثانيه نقص القوه العضليه، يعني بتلاقي بطرف بجانب من الجسم سواء اليد او الرجل. الشغله الثالثه تغير شكل الوجه، انحراف زاويه الفم.
يعني تغير الوجه، عضلات الوجه، تغير بعضلات الإيد أو الرجل، وتلعثم بالكلام. أي واحدة منهم تستدعي الذهاب مباشرة للمستشفى خلال، لأنه هون بيقولوا هي اسمها time is brain، يعني الوقت هو الدماغ. هذا الفلاج طيب هذا مو جلطة لحاله يعني؟ ممكن يكون هو شيء اسمه شلل بل، بس ما بيقدروا يفرقوا الناس العاديين، لازم طبيب يفرقوا. طيب نشوف السؤال الثاني. أحلم ليش تقريه وما شفت؟ حاضر. ما هي الإسعافات الأولية التي تقدمها لمريض نقص الكالسيوم الحاد قبل وصوله إلى المستشفى حتى لا تصل حالته إلى التشنج الأعصاب؟ هلأ غالبا هو بيقصد التشنج اللي بيرافق الشخص بيكون في عنده توتر. لما الإنسان بيتوتر بيصير في عنده تنفس سريع، فبيصير في عنده طرح للثاني أكسيد الكربون، هذا بينزل الكالسيوم. بهاي الحالة أحسن طريقة أنه نخلي الشخص يتنفس بكيس ورقي أو كيس نفس الحركة في الطيارة. أيوة، يأخذ نفسه ويرجع يتنفس نفسه لمدة 4-5 دقائق، هذا بيرجع ثاني أكسيد الكربون وبيرجع الكالسيوم لحده الطبيعي. نقص الكالسيوم الحقيقي ما بيتعالج بالبيت، بالمستشفى، لأنه بيحتاج وريد وإعطاء بالوريد دريب. في كمان سؤال، ما علاج الصدمات الكهربائية؟ أول شيء وقاية، ثاني شيء الكهرباء هي نوعين، الصدمات الكهربائية أول تأثير هو التأثير الحرارة تبع الكهرباء على منطقة الجرح، على منطقة دخول الكهرباء، فهي الحرق. أول شيء فصل التيار الكهربائي، إبعاد المصاب عن التيار الكهربائي وحماية نفسنا. ثاني شيء تبريد، يعني غسيل مثل أي حرق نتعامل معه. أول مرحلة منبرد الطرف، نحطه تحت الحنفية تحت ماء جاري لحتى يبرد، ممكن نعطي مسكن. هذا بينعمل بالبيت، ولكن كل الصدمات الكهربائية بنفضل انه يراجعوا المستشفى، لانه في عندنا الإصابة الكهربائية، دخول التيار الكهربائي وتأثيره على القلب. صح. هي بقى بتتعالج في المستشفى. طب الشخص المسعف صحيح اللي في البداية لازم يضع قطعة من الخشب يتأكد انه ناقل الكهرباء ما راح يوصل له عشان ما يصير ماس؟ اذا كان الشخص ما له متاكد انه الكهرباء لسه موجوده يعني او في خطوره عليه، لازم يقرب، لانه حيصيروا مصابين، حيفقد فرصه. الافضل هو فصل التيار الكهربائي من المصدر، يعني فصل التيار الكهربائي الرئيسي من البيت. جميل. انا ودي اشكرك على وجودك معنا في الاستوديو الدكتور اكرم ابو ذقن، اختصاصي الطوارئ. شكرا لك. شكرا لك. تعتمد بعض دور الأزياء الفرنسية الراقية على تاريخها التي يتجاوز مئات السنين، والذي يروي أحيانا تاريخ ملوك فرنسا وأوروبا من خلال القطع التي تقدم. الزميل ليث بزار يعرفنا على إحدى دور الأزياء تلك من خلال هذا التقرير من باريس، نتابع. يعود تاريخ تأسيس دار فوغي لوباج إلى عام 1717، أي إلى أكثر من 300 عام. دار عرفت فرنسيا في عالم الفخامة والترف الباريسي، إذ كانت تصنع أسلحة صيد راقية لملوك فرنسا وأوروبا. وبين عامي 1789 و 1830 قرر مؤسس دار فوغي لوباج بذاته صناعة أسلحة لجنود الثورة الفرنسية آنذاك. وما يصنع اليوم هنا من أكسسوارات راقية هي استمرارية لتاريخ الدار، فالحقائب التي تصنع تجسد تلك التي كانت تصنع لحمل الذخيرة في الماضي. اللون الأخضر المنسق مع الأصفر المائل إلى البرتقالي هما لونان احتكرتهما الدار لمجموعاتها الفرنسية. D'abord le symbole de la maison c'est l'écaille qu'on retrouve. درع أو قوقعة السلحفاة هو رمز الدار ونجده على حقائبنا كافة، وهذه لمسة خاصة بدارنا. إذا نظرت إلى أرشيفنا ستجد أن جميع الأسلحة موضوع عليها تلك الدروع. تعد الحرف الفرنسية التقليدية النادرة تراثاً وطنياً أرستقراطياً أحياناً، إذ اعتاد ملوك وأمراء فرنسا وأوروبا على اقتناء قطع نادرة من حقائب ومحافظ، إضافة إلى الجنود التي توضع على معاصم أسلحتهم وبنادقهم. كما صنع دار فوغي لوباج هذه بنادق صيد الملك الفرنسي لويس السادس عشر وزوجته ماري أنتوانيت، وكذلك أحد سيوف نابليون بونابرت وأشهر أدباء فرنسا أونوري دي بالزاك. ليث بزاري، العربية، باريس. أهلا بكم مشاهدينا مع بداية ساعتنا الثانية من صباح العربية. وصل الفطور اللي وعدتك فيه من بداية الحلقة. أشوف، خلينا نشوف الفطور الحزاوي. رح ناخذكم للشرقية، فبحكم كبر مساحة السعودية يلمس الزائر اختلاف النكهات والأمزجة بالطعام التي تأخذ طابعا قريبا من منتجات كل منطقة.
فاليوم نعرفكم على المفلق، المبصل، الباجة والخبز الحمر الشرقاوي، بالإضافة للساقو والقيمات. نتكلم تحديدا عن المطبخ الحساوي الذي يعتمد البهارات العطرية بكل وصفاته كالهيل والزعفران والتمر ودبس التمر، ويلاحظ الزائر تقاربه الكبير مع المطبخ الخليجي البحريني والكويتي بحكم مشاركته الجغرافية للساحل وتعامله القديم مع تجار البهارات الهندية. وللتعرف عن قرب على هذه النكهات ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن العصيمي الذي طبعا دائما يحظى بمتعة الطعم والرائحة، موجود معنا مباشرة من الحسا شرق السعودية. صباح الخير عبد الرحمن، ما شاء الله اللهم لا حسد، ما شاء الله تتنقل في السعودية، يعطيك العافية. خلينا نعرف بداية منك عبد الرحمن، أبرز الأكلات اللي لازم تكون موجودة على مائدة سفرة في المنطقة الشرقية. هلا بكم. طبعا احنا يعني اليوم صباحنا حساوي بامتياز، نحن في الهفوف وتحديدا في هذا المكان التراثي الجميل الذي يمتد عمره لأكثر من 120 سنة. هذا كان قصر قديم لأحد الأمراء الأمير سعد بن جلوي، ثم تحول إلى نزل فندقي معروف، وطبعا وأيضا شبه متحف مفتوح للزوار في الحسا. طبعا هذا المكان أيضا يقدم أكلات شعبية متنوعة زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله السفرة عامرة، ومعنا الأستاذة نورة وهي أيضا شيف في مطعم هذا المكان. هلا بك نورة. طبعا أحلام ورشا في دبي يعني من أمس مجوعين أنفسهم منتظرين هالأكلات هذه. لا أنا يا عبد الرحمن جلست نفس جلستك بالضبط من سنتين. نعم. فعارف الطعم لسه بفمي. سنتين يعني زمان تغير المنيو. لا لا راح الطعم يا أحلام، لا تحاولين يتغير المنيو. طبعا خلينا نشرح للناس يا نورة هذه الأكلة. طبعا عندنا هذه القيمات أول شيء طبعا، وهذه إيش عصيدة بالتمر، هذه مع دقيق بور وتمر ودبس، هذه أكلة حسوية شتوية. وعندك عندنا هذه برضو تشرحين للمشاهدين، هذا بيض بدبس التمر، هذه بعد أكلة حسوية، بيض دبس التمر. طبعا هذه الطبق يا أحلام هذا اللي أنتي يعني تحبينه كثير، يلا قول اسمه تفضل، او الشعريه بالبيض، البلاليط. البلاليط ما في شيء اسمه شعريه بالبيض، بلاليط. حساوي انا يا احلام، خلاص برافو شاطر بلاليط، بس عليك بالعافيه سهل للمشاهدين. طبعا هذه نوره متى تتاكل؟ يعني هل هي موسميه ولا طول السنه؟ طول السنه، هذه تعتبر من يعني وجبه رئيسيه في فطور الحساء، شويه سكر وقرفه طيب على الوجه. طبعا تقول أحلام برضو سكر وقرفة على الوجه ولا لا؟ لا والله احنا نستخدم الزعفران يعني، فكل الناس هي الزعفران جذوقه. طيب عندنا برضو هنا هذه نورة، ايش مكوناتها؟ ممرز تمر، يكون مع زبدة، يكون مع طحين بر، يكون مع هيل وزعفران ونسكافيه، مكونات يعني. اسمها هذه ممروز. ممروز ممروز تمر، تمر. وبرضو عندنا طبق ثاني هنا تشرحين لنا اياه، هذه حلوه حسويه تعتبر اسمها ساقو، فيها مكونات زبده وسكر وساقو، هذه حلوه معروفه للحساء. طبعا احلام برضو عندنا طبعا الخبز الحساوي، الخبز الحمر هذا من اشهر الاشياء في الحساء، طبعا طعمه لذيذ جدا ومميز جدا. طبعا نورة هذا الخبز احنا بنشوف عبد الرحمن التمر موجود من كل الدقيق الاكلات، حتى في البيض، دقيق البر والتمر، هذا الخبز اي طبعا رشا، لانه هذا مكون من الدقيق البر والتمر. طبعا الخبز هذا مو اي احد يجيده في الحسا، يعني لازم طبعا لازم يكون احد مختص وله يعني طقوس خاصه في الطبخ. طبعا سريعا ايضا نتكلم مع الاستاذ عمر عن اقبال الناس على التراث الحساوي خاصه في موسم الشتاء، كيف شايفين الاقبال ايضا مع البرامج الصيحيه الموجوده الان في الحسا؟ الفتره الاخيره الاقبال كبير جدا، اللهم لك الحمد. الاحساء الان واجهه سياحيه، الاحساء هي عاصمه السياحه العربيه الان، أكبر رواحة في العالم، فأكيد السياح حريصين على حضورهم إلى الأحساء وأنهم يشاهدون الأحساء بصورتها الجميلة الحقيقية.
جميل جميل. برضو يا أحلام ورشا، عندنا برضو هنا مشروبات شتوية، يعني عندنا هنا نورة هذا حليب زعفران، حليب الزعفران طبعا 5 صبنا 1. وبرضو عندنا هذا مشروب شتوي يقوي المناعة، ليمون وبرتقال. سلام، ليمون وبرتقال. برتغال. برضو خلينا نروح لجهة ثانية مهمة. مو برتقال، قولها صح. برتغال، برتغال. خلاص حيصير يزعلون عليك الحساوية. قاعدة أتعلم يعني. لا قاعدة أتعلم شوي شوي. طبعا برضو عندنا الأستاذة غادة. غادة أنت برضو تعملين هنا في المطبخ في المطعم. إيش عندنا هنا في ال؟ عندنا المراسيع، هو عندنا المبصل أكل حساوية هذه معروفة. ايش مكونات المبصل؟ طحين بر ومع بصل وكمون وبقدونس وكزبره. كيف تؤكل هذه يا عبد الرحمن؟ والمرصيع مكونه من ايش؟ دقيق بر ومايه والخميره. الزميلات في دبي يسالون يقول كيف تتاكل هذه؟ تاكل تنقلي على زيت بسيط وتنحط عليها دبس حساوي، دبس التمر. يا سلام. طبعا يعني ملاحظين أحلام ورشا أنه المطبخ الحساوي يعني مطبخ غني جدا، يعني فيه أكلات متنوعة يعني معتمد بشكل كبير على الدقيق، على البر، على التمر، على تفاصيل مستمدة من تراث المنطقة. يعني الحسا مشهورة بنخيلها، مشهورة بمزارعها، مشهورة بمحاصيلها المتنوعة، فكل اللي انتم شايفينها طبعا هذا جزء بسيط هذا الحساوي. صحيح، لأن هذا مجرد يعني فطور إفطار، لكن عمر لا يخون صباحي. فيك يبغالك المندل حساوي، خلهم يأكلونك ويهتمون فيك، وعلى بعد خطوات فقط تروح للسوق السوق الشعبي. عبد الرحمن حنا وصلنا معك إلى نهاية وقتنا للأسف، نتركك بخير وعافية إن شاء الله. يا عمر، لا عمر وعدني، عمر وعدني مندي حساوي ووعدني ياخذني لفة على الحساب. يلا عليك بالعافية إن شاء الله، خون فيني خلاص باعوني. شكرا لك يا عمر. يا عبد الرحمن. شكرا يا أحلام. حينما نتذكر الشيخوخة أول ما يتبادر إلى ذهننا الوجه والرقبة، ولكن تشير الدراسات إلى أن علامات الشيخوخة المبكرة تظهر في الأيدي. كيف يمكن علاج تجاعيد اليدين وما هي آخر التقنيات في هذا المجال؟ وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور نادر صعب، طبيب تجميل غني عن التعريف. يا هلا بك دكتور، الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا فيكم. Thank you. صباح الجمال. تجاعيد اليد زي ما قالت الزميلة رشا هي مؤشر للتقدم بالعمر، لكن صرنا نشهدها حتى عند الشابات، اللي بخسر وزن بعد فترة معينة، اللي بتشتغل في البيت بيدها بساعات طويلة. فإيش هي آخر التقنيات للعناية في اليدين؟ أكيد مثل ما بنعرف كثير من السيدات بيهملوا هيدا الموضوع، لكن هو فعلا بيفضح السيدة بكثير من الأوقات. لأنه منلاقي كثير من السيدات بيهتموا بوجهن، بيهتموا بالعنق، بيهتموا بمنطقة الديكولتي، لكن قفا اليدين بيلعب دور كتير مهم، لأنه غالبا بتكون السيدة قاعدة شادة وجهها ورقبتها، لكن قفا اليدين فعلا بيفضح العمر وبيفضح يمكن بخفف لها من ثقتها بنفسها. صح، سريع حرج. لهيك يمكن تقدم السن، فقدان الوزن يلي بيشتغلوا كتير بإيديهم، وعوامل الوراثية يلي هي بتكون عائلية بتأدي إلى ظهور أوقات شرايين اليدين، لأنه الجلد بتكون رقيقة، وهيدا الشيء بيصير مع الوقت يترهل ويبين تجاعيد أكتر وأكتر. هل هذه التجاعيد ممكن تبان عند يعني شابة أو بنت صغيرة في السن؟ يعني أنه مش بس محصورة عند كبار السن صحيح؟ أكيد بتبين، لكن بطريقة أخف. يلي بيبين عند الشابات الصغار هي الجلد بتكون كتير رقيقة، وبالتالي منصير نشوف الشرايين من خلال شفافية الجلد. وهون وقت ما بتكون كتير الجلد رقيقة بالبلدان الحارة بيصيروا الشرايين يتوسعوا أكتر من خلال الحرارة وأشعة الشمس، وبيصيروا يفضحوا العمر أكتر وأكتر. طب نبدأ بالإجراءات العلاجية. أنتم بتعتمدوا الفيلر لتعبية المناطق ما بين الأصابع، إيش اللي بتستخدموه الآن؟ أكيد في عدة طرق للعلاج. الأول شيء الحفر يلي بتظهر بين الليجامنت يلي هن تابعين للعضلات أكيد، وبين العظم، هون منلجأ إلى تعبئتهم.
أكيد نوعية التعبئة بتختلف، فينا نبلش بحامض الفواكه الهيالورونيك أسيد إلى الدهون إلى المواد يلي فيها كالسيوم، لكن لازم يكون بشكل طبيعي، لأنه ببعض الأوقات إذا الدكتور إذا الطبيب ببالغ بيعطي عهاد بالإيد بتبين مثل تشوهات، وهيدي منظر غير مقبول. لكن الأهم من هيك، الأهم من التعبئة، هي ظهور هالشرايين وخاصة بالبلدان الحارة وقت ما بيكونوا كتير واسعين. هون منلجأ إلى علاجهم من خلال الوخز يلي بيستغروا دقائق من الوقت، نحقن مادة داخل الشرايين لتسكيرة، وبالتالي هون الشرايين بزموا وما بيعودوا يبينوا. كتير من الناس بيخافوا انه كيف بدنا نسكر الشرايين وكيف بدها تتم الدورة الدموية. بدي اقول انا انه الدورة الدموية باليدين في عنا طبقات، الطبقة السطحية والطبقة العميقة. هون منلجأ الى تسكير الطبقة السطحية من الشرايين يلي هي بتأثر سلبا على شكل اليدين وبتفضح العمر. طب هذه تناسب الكل، اللي هي الفيلرات اللي تنحط في اليد عشان تبين؟ اكيد المهم استعمال أدوية تكون مقوننة ومع الوقت تدوب إلى حد ما من دون ما تخلي تشوهات أو مواد دائمة ودون ما تؤدي إلى التهابات. إنما كمان بطرق العلاج، حكينا عن الشرايين، حكينا عن التعبئة، الأهم من هيك هو إعادة تنشيط الكولاجين بالبشرة، وهون منلجأ إلى حقن مواد أكين البيبي سكين، أكين الجلو ليفت، أكين الديرما دي إن إي اللي هو اللي بينعشوا الإلاستين لحتى يحفزوه يتحول للكولاجين، وبالتالي يسمكوا من طبقة البشرة. وبعد الشغلة الرابعة هي مع تقدم السن بصير في جفاف وبيبين شيء اسمه إلاستوزس يلي هو ظهور السبوت تبع العمر أو أثار الشيخوخة. منلاقي في عنا يمكن كلف على سطح البشرة بيصيروا يظهروا مع تقدم السن، هون منلجأ إلى استعمال الليزر للتخلص من هالإيجينج سبوت اللي بيكونوا ظاهرين على سطح البشرة. هذا الشيء ينفع دكتور حتى مع مرض السكر؟ يعني هذا السبوت بيطلع أكثر عند مرض السكر، فممكن فعلا تشيل لهم هذه البقع؟ أكيد هيدي شغلة كتير مهمة باستعمال الليزر نقدر نتخلص منه مع تقدم السن، لأنه هيدا الشيء بيلعب دور كتير مهم من خلال وقف الاستروجين عند السيدة اللي هو الهرمون الأنثوي بامتياز. ومع تخطي عمر 48-50 سنة هون منلاقي الجفاف بيزداد عند السيدة، لبل الكلف بيزداد، بصير عندها ترهل بوجهها، بصير التجاعيد تبين أكتر، لأنه فعلا الترطيب اللي ناتج من خلال الاستروجين بخف، وهون بتبين علامات الشيخوخة أكثر وأكثر. طب هل هي دائمة هذه الفلرات؟ وإذا الواحد يعني أو السيدة قررت تعملها، كل كم لازم تكرر؟ هي حسب قديش في عنا عمق بالحفر اللي موجودة. وأنا بقول عطول وقت ما منلجأ إلى إزالة الشرايين ما منعود بحاجة لكتير من الفيلر. كرمال هيك عطول أنا بعلاجاتي لا تجاعيد الإيدين بلجأ إلى عدة أنواع بنفس الشيء، يعني إزالة الشرايين، تعبئة بسيطة، إنعاش الكولاجين، وإزالة السبوت أو العلامات النمش اللي موجودة على قفا اليدين. وأكيد الأهم من هيك عند أي شخص استعمال الكريمات. كيف بنستعمل على وجهنا، استعمال الكريمات هو ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة. بفيتامين A أكيد في عنا الفيتامين A، في عنا بقلبهم الهيالورونيك أسيد، وفي عنا الكافيار يلي بيخلي انتعاش البشرة يكون كتير مهم. والأهم من هيك هلأ بالألترا هيلينج اللي عم نستعمله عم بيكون في عنا مكونات الخلايا الجذعية يلي هي من التفاح والتوت البري يلي فعلا بيأدوا إلى ترطيب البشرة لحتى ما تشيق على عمر. يعني إحنا مو بس على كبار السن، حتى العروسة حابة تشوف يدها مع الخاتم تاخد صور جميلة، لازم واحد يهتم بيده أكيد، خاصة لأنه بدبي بدنا نهتم كمان بالطقس بما أنه عايشين بدبي. أكيد نود أن أشكرك على وجودك معنا في الاستوديو الدكتور نادر صعب طبيب تجميل، شكرا. وفي فقرة صور دوت كوم نأخذكم اليوم ونستعرض لقطات لفنان يخلق أنماطا جميلة على الفواكه والخضروات، كيف ذلك في الصور التالية.
جيف وجيني هولاند عروسان جديدان في عمر 90 و86 عاما، تلقيا معا لقاح كورونا في بلدة مينسفيلد الإنجليزية. التقى الزوجان منذ حوالي 18 شهرا في مركز مجتمعي، وتزوجا خلال الوباء في أغسطس، وثبتت إصابة العروسين بفيروس كورونا في نوفمبر، لكن من دون ظهور أعراض. وإلى جانب الزواج، تكللت قصة حبهما بتلقيهما لقاح كورونا سويا. إلى دبي، قررت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء، لكن من دون أن تغلق أبوابها، إذ سيتم تقديم خصم 10% للذين تلقوا الجرعة الأولى و 20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح. ولقحت الإمارات حتى الآن أكثر من 2 مليون شخص. يستعد الأستراليون لمستقبل محتمل بدون جوجل وسط الصراع بين الحكومة الفيدرالية وشركة ألفابت إنك التابعة لشركة جوجل، إذ قالت جوجل أنها ستحظر محرك البحث الخاص بها في أستراليا، إذ شرعت الحكومة في تطبيق كود جديد من شأنه أن يجبرها وشركة فيسبوك على الدفع للشركات الإعلامية مقابل حق استخدام محتواها. الفساتين الذهبية الفخمة المزينة بعلامات الأبراج الفلكية قدمها دار أزياء كريستيان ديور في بداية أسبوع الهوت كوتور في باريس. أقيم الحدث عبر الإنترنت بسبب أزمة كورونا، إذ يعد واحدا من أهم العروض السنوية في تقويم الموضة، مع ملابس متقنة مخاطة يدويا توفر لمسة من الفخامة، والمجموعة مستوحاة من بطاقات التارو، وهي فكرة متكررة ومرجع في أزياء ديور. حصد أول إعلان رسمي للفيلم المنتظر عرضه غودزيلا ضد كونغ، والذي يعرض صراع أشهر وحشين في تاريخ السينما، كينغ كونغ وغودزيلا، ملايين المشاهدات بعد طرحه منذ أسبوع. ويوضح الإعلان الترويجي استعانة البشر بالغوريلا الضخمة كينغ كونغ لكي تنقذهم من مخاطر الوحش غودزيلا. كنا بانتظار الفيلم. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية. لقد تمارين المقاومة ورفع الأثقال رواجا في الآونة الأخيرة بين النساء، خاصة في النوادي الرياضية. وفي الواقع تمارين المقاومة رغم شدتها إلا أن لها فوائد صحية في تقليل ألم الظهر والركب، كما تقاوم هشاشة العظام. فما هي التمارين المناسبة لهن؟ وما هو الوزن المناسب للحمل عند ممارسة تمارين المقاومة؟ وللحديث ينضم إلينا من جدة مدرب الرياضي صالح سروجي. صباح الخير صالح. طبعا خوف النساء كلهم أتوقع أن هم يقولوا نخاف نشيل حديد عشان ما تطلع لنا عضلات زي الرجال. ما عضل صح. صباح الخير والسعادة. طبعا هذا شيء جدا منتشر، بعض النساء تفكر أنه بالمقارنة لما يشوفوا الرجال وعضلاتهم وقت التمرين يعتقدوا أنه إحنا لو سوينا نفس التمارين أو نفس الخط هذا اللي ماشيين عليه حنلاقي نفس الشكل في العضلات، وهذا الكلام طبعا غير صحيح. يعني حتظل محافظة على أنوثتها لكن جسم مشدود وفي شوية عضل يساعدها على الأمور الصحية اللي إحنا ذكرناها، اللي هي تقويم الظهر وغيرها.
أيضا ذكرنا في المقدمة قصة الأوزان المناسبة، كيف أختار الوزن المناسب لي؟ سؤال جدا جميل، كثير يقولوا احنا دخلنا صالة التدريب وما احنا عارفين ناخذ الوزن المناسب. اي تمرين اخترته في الغالب عندنا نقول جلستين الى ثلاث جلسات في التمرين الواحد من 8 تكرارات الى 12 تكرار، فنقول شخص اخذ الوزن الفلاني ممكن نقول 4 كيلو وبدا يتمرن فيها، وجد نفسه انه قاعد يوصل في عدد التكرارات الى 8 تكرارات الى 12، فهذا الوزن هو المناسب لك في هذا التمرين. طيب خلينا نبدا بكل مرحلة، خلينا نقول واحدة مبتدئة تبغى تبدأ تشيل الأوزان، تبدأ يعني كم الوزن المفروض تبدأ فيه، وياريت تورينا كمان هذه التمارين. سؤال جدا جميل، هعكس الموضوع بشكل مختلف. هل تتوقعي بنت تبدأ تمارين وواحد من التمارين تكون تشيل فيه 30 كيلو؟ طبعا لا. وزنها كله على بعضه يعني نص وزنها. طيب جميل، هذا اللي أنا دائما أواجهه، لكن نثبته أثناء التمرين أنه النساء عندهم القدرة في بعض التمارين يشيلوا أوزان مثل 30 كيلو أكثر. خليني أوريكم بشكل أوضح هذا الكلام اللي أقصده. الآن عندنا هنا الكتل بل الاثنين هذولي والبار الطويل اللي أنت شايفينه، مظبوط؟ أي شكله مخيف أكثر اللي ممكن تتجنب أنك أنت تتمرن؟ الدائرة الصغيرة أنا عارفاه، القنبلة هذه الصغيرة. تخيلي معي انه هذه الاثنين مع بعض هذه الاثنين كل واحده 16 كيلو بمجموع 32 كيلو، لكن شكلها صغير، فالشكل ما هو مخيف، لكن هذا البار بطوله كله 30 كيلو، هذا البار كله ترى اصغر كوزن اقل من هذول الاثنين، ففي بعض النساء يكون عندهم تخوف شديد من هذه الفكره بمجرد ما يشوفوه. لكن اقول لها ترى والله ترى هذا الوزن اثقل، تقول لي لا 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 ما ابغى امسك هذا الوزن ابدا. طيب احنا نبغى نغير هذه المفاهيم بحيث انه يكون في مقدره اكبر انه النساء يتمرنوا باريحيه للوصول لصحه اكبر. طيب خلينا نشوف معك يا صالح هذه التمارين، خلينا نبدا مع التمرين الاول لوحده مبتدئه. جميل، لو نقول يعني ما هو لازم على طول لوحده مبتدئه انا حقول هذا التمرين، لكن ينفع. هذا مثال على 30 كيلو ممكن احد يخاف انه هو يستخدم هذا الوزن. هذه من اشهر التمارين اللي احنا نسويها اللي هي الديد ليفت. صحيح ان هذه بمجموع 30 كيلو، لكن المراه وحتى الرجل برقم اكبر بكثير قادر على انه يحمل هذا في تمرين الديد ليفت الشهير اللي هو بهذه الطريقه. يفيد اي مناطق ايضا توقف صالح، يا ليت لو تشرح لنا. هذا التمرين نقدر نقول جميل، هذا التمرين نقدر نقول بهذه الطريقه وننزل ثاني يشغل عندنا كل عضلات الظهر وعضلات الأكتاف، عضلات المؤخرة والرجلين، فهذا التمرين يعتبر شامل جدا، يحرك عضلات مختلفة عندنا، لذلك احنا نستخدمه مرات كثير، جزء للرياضيين المنافسين حتى وجزء من التأهيل الرياضي. وكمان ضروري يا صالح الظهر ما يكون مقوس، لازم يكون بوضعية مستقيمة، صحيح؟ هذه نقطة جدا جميلة، هذه عليها جدل خلاف كبير عند الناس، لكن الصحيح احنا دائما لما نعطي التعليمات في تطبيق التمرين نقول انه والله خلي ظهرك مستقيم وامسك البار بطريقة جيدة، خلي البار تحت الكتف، نزلي وسطك شوية، خلي رقبتك باتجاه الأمام وأطلعي فيه. لكن لو صار في تقوس بسيط هذا ما نقدر نعتبره خطأ، لكن في كثير من الناس ما هو متعود، يعني أكيد سمعتوا ناس بس قالوا أنا والله شلت ولدي من الأرض كله هو على بعضه 7 كيلو وظهري وجعني، أو أنا شلت مرة كيس من الأرض، كيس بسيط يعني، وظهري وجعني. الفكرة أنه إحنا ما عودنا جسمنا على أنه نتعامل معاه بالطريقة العادية. الجسم ترى عنده صلابة كبيرة للرجال والنساء أنه يتحمل هذه الأمور. طيب مثلا بس احنا نعوده على هذه الامور. طيب كل شيء صالح، هذا التمرين اللي هو الديد ليفت زي ما شرحت لنا، كم التكرار لازم يكون، كم مره؟ جميل، في الديد ليفت غالبا ما نطلع في تكرارات عاليه، نتكلم من 6 تكرارات إلى 8 تكرارات تكون كافيه جدا حتى لشخص مبتدئ. طيب صالح، هل يشترط اللعب بالاثقال ان يكون هناك توازن؟ يعني اشوف في ناس بس تبغى تقوي
عضلة يد واحدة أو جهة واحدة، أشوفهم يشيلوا الثقل بس بيد واحدة، إيش يفرق عن اللي يشيلوا باليدتين؟ جميل جدا. مرات لما يكون في اختلاف في القوة بين اليد اليمين مثلا واليد اليسار، حنركز على الجانب الأضعف، مثلا نقدر نعطي جلسة إضافية. لو استخدمنا البار ما عندنا إمكانية أنه نعطي اليد مثلا اليسار جلسات أكثر، لكن لو استخدمنا كمثال بسيط الدمبل عندنا، فإذا كان في يد أضعف عندنا نقدر نستخدمها، ففي إمكانية نزود جلسة كاملة. لكن يفضل في النهاية أنه إحنا نستخدم في تنوع البار والدمبل والأجهزة. طيب هذه الدمبل هي لتقوية الذراع فقط ولا هل يشتغل كمان على الظهر؟ والتكرار كم المفروض؟ صدقيني هذا الدمبل يسوي الأشياء اللي ما تتعمل. هذا الدمبل نقدر نستخدمه لكل الجسم، لعضلات الظهر والصدر، الذراعين، الأكتاف، الأقدام، كلها نقدر نستخدمها. هي أداة، هي ليست مخصصة لشيء معين. بذكاء المدرب ومعرفته بالتمارين يقدر يستخدمها استخدامات جدا كثيرة. جميل. وزي ما قلنا الأوزان تختلف، يعني ممكن. طيب أنت أقنعتنا 50% يا صالح، نتابع معاك الأسابيع الجاية ونشوف إيش الوضع. 50 مع الوقت. مع الوقت. صالح سروجي شكرا لك مدرب الرياضة من جدة على هذه التفاصيل. الله يعطيكم العافية. شكرا. الحلو بموضوع الأثقال رشا أنه في بدائل في المنزل، ممكن واحد يشيل خيشة رز، موية، فيبدأ يتدرب عليها اللي يشوف نفسه. واحد يروح على النادي يقدر كمان يسوي رياضة بداية في المنزل. طبعا وصلنا إلى ختام صباح العربية لليوم، نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.